دكتور متواضع اعتماد، المديرة المشفى الإقليمي بالمسيك. اليوم توافدت علينا تقريبا 30 حالة ديال تسمم غذائي جراء أكل واحد الوجبة خفيفة على شكل ساندويتش في مطعم الوجبات الوجبات الخفيفة. هذا تسمم الحالات الغذائية اللي توافدت علينا هي حالات مستقرة الحمد لله. كاين تم استدعاء استشفاء واحد 15 حالة غير كخطوة استباقية، لأن الأعراض ديالهم كانت حادة من حرارة، ارتفاع الحرارة، ألم في البطن، إسهال، غثيان. إذا باش نعالجوهم ونديروا لهم التحاليل ونقدموا لهم العلاجات الأولية، دوك تم الاستشفاء ديالهم. ما كاين حتى شي حالة مشات للإنعاش، ما كاين حتى شي حالة حرجة الحمد لله لحد الآن. إذا اللي بغيت نطمئن العائلات على الحالات ديالهم، وإن شاء الله بفضل تضافر الجهود ديال الأطقم الطبية والتمريضية في المشفى الإقليمي بالمسيك تم احتواء هذه الحالات، هذه الحالات الاستثنائية، لأن هذه حالة استثنائية باش يكون تسمم غذائي 30 حالة في دقة واحدة شوية صعيبة، ولكن الحمد لله بفضل تضافر الجهود راه حنا غادي. شنو هي الأعراض اللي كانت عندك؟ الأعراض كان ألم في البطن، غثيان، ارتفاع الحرارة، إسهال، هادو هما الأعراض الرئيسية اللي كانت. بالنسبة لهاد 15 اللي بقاو شنو هي الحالة ديالتهم؟ الحالة ديالهم الحمد لله مستقرة. هما لا باقيين تحت المراقبة وكيتلقاو العلاجات. شنو 15 تسمم؟ التسمم غذائي على حسب الأقوال ديالهم، حيت كاملهم كلاو نفس الوجبة. دكتورة يعني واش يكون من المايونيز يعني كما ضرب مراكش أو ما غنقدرش أنا نجاوب على هذه الأسئلة، هذه أسئلة قبل، لأنه كيخص يكونوا التحاليل. كاين دابا سلطات مختصة من رجال الأمن، من سلطات وزارة الداخلية ووزارة الصحة اللي غتقوم بالأبحاث وبالتحاليل اللي غادي تقول لكم تعطيكم الجواب الكافي. اذا ماشي زعما حنا ما نقدش لحد الان، انا كنقول لكم على حسب الاقوال ديال الناس، وهذه حاله تسمم غذائي. هاد الدري ولدي عنده 17 عام، البارح قال لي راه واحد 400 عطيته 400، مشى عند مول هذا اللي كيبيع داك الشيء ديال خبزه عجيبه ولا سما ما عرفاتش انا وليدي، ملي كالها نعس وليدي في الليل، الصباح جيت نفيقه الدري قال لي ماما غنموت المهمه غنموت المهمه. جيتو لهذا السبيطار ديال دابا قالوا لي بغاو يدقوا لي البرا، دقوا لي البرا، ملي دقوا لي البرا مشيت على الطبيب اللي كاين دابا قال لي شوف يا لالا سيري شري لي الدواء، قلت لي ما عنديش شري لي الدواء وليدي، صافي هو يعطيني الورقه شدها بحال هكا عطاها ليا، مشيت حدا ولد بنتي بركت شويه هما يقولنا الطبا جايين، جات الطبيبه متواضع الله عمر لها الدار، هي اللي دارت قامت بالدراري وقابلتهم وخدمت السبيطار كامل، خدمات الطبيبه متواضع خدمت كل شيء، راقبوا في الدراري كل شيء راه مقابلينهم دابا. الخبزه شنو فيها؟ خبزه ما عطاتش فيها وليدي، قال لك تسمم انا ما عارف انا تسمم لا والو، فيها الفرماج عطيت تقيه وحال شكل اسهال. ملي جيتو هنا في السبيطار راه قابلوهم، فيها كاشير وفيها الروز وفيها الساطا وفيها الفرماج. لاصوص هما اللي كيديروا لا ما فيهاش لاصوص، ما فيهاش لاصوص، نعم ولا يوصل الشفاء. صراحه خويا ملي حلو حنا كنا ناكلو مع عندهم عمره طرات لينا شي حاجه والله، ديما كنا ناكل مع عندك كون غادي للخدمه خدام في بلدي كنمشي كنا ناكل مع عندها، والدري كلا مع عندها في بويدا. بغيت اخر واحد كليت عنده البارح بالليل صافي سالا، اخر واحد كليت عنده الصراحه موقع لي هو، وديما كنا ناكل عنده ديما كنتغدى عنده مع عمره. شنو فيها؟ خبز فيها البرا وفيها الروز وفيها كاشير صافي والمايونيز. والله الا اخر واحد البارح كليت عنده الصراحه ما وقع لي هو. شحال هذه مش مفتح هو؟
هو دابا شي شهرين بحال هكاك هو فاجئ ديما كناكل عنده عمره لا هو كيسد في واحد الوقيشه بالليل بحال هاد الوقيشه هادي راه سادو داكشي اللي كاين اما المره كليتي عنده شحال من اللي كيحلو انا كنجي كنكو غادي للخدمه كناخذ مع عنده وكنمشي كنا كل عام ما طرا لكم والو الناس وشوف اخويا كذب عليك والله ما شوف انا صراحه ترى قلتها هو يدرب هنايا ولا لا ما كيسكنش هنا هو كيسكن لتحت واقي فهمتش هنا اه شتوه هذا الشيء اللي المحل عنده لداخل نقيف راه باين كلشي قدامك كيصايب قدامك فهمتي ماشي مدرك ولا شي حاجه يعني من غيكون هذا المشكل دابا طرا من غيكون هذا والله اعلم كذب عليك اول تيقولوا البيض فهمتي البيض البيض اللي فات 24 ساعه تيولي تسمو بصح